النقل الطرقي يعني متضرر بكل أصنافه، لا قطاع سيارة الأجرة ولا قطاع نقل عمومي للمسافرين ولا نقل البضائع. وأعطي مثالا، قطاع نقل عمومي للمسافرين فيه سائقين أجراء، ولكن اللي احنا نريد أن نوضحه للرأي العام الوطني ولا الدولي ولا الإعلاميين على أن هناك أجراء في قطاع نقل عموم المسافرين غير مصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. من المسؤول اليوم؟ يعتبرون هاد السائقين المهنيين اللي تيشتغلوا داخل المقاولات واللي تحرموا من انخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما تطبقش القانون بحق هاد المشغلين. اذا وزارة التشغيل ناعسة، ما يعني ما كتقومش بالادوار ديالها، لا المصالح ديالها ولا وزارة التشغيل، كذلك مصالح وزارة الجهاز والنقل واللوجيستيك، إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وزارة الداخلية، الحكومة ككل. ما نجيوش اليوم في هذه الجائحة ونقولوا سبحان الله هاد الناس يعني متضررين وكيفاش هاد الشيء. وإذا فين هي المسؤولية؟ فين هي المسؤولية؟ فين هم هاد المسؤولين الذين يتقاضون أجور من خزينة الدولة ولا بد أن يقوموا بمهامهم؟ هناك مصالح ما كديرش خدمتها. إذا ما ذنب هؤلاء السائقين في قطاع نقل عموم المسافرين اللي ما استفدوش؟ كان المفروض أنهم يكونوا من الأوائل اللي يستافدوا لتعويضهم عن 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 توقفهم عن العمل. وهذا وكذلك قطاع نقل البضائع اللي فيه واحد الأعداد ديال السائقين المهنيين الأجراء والغير مصرح بهم، ما ذنبهم؟ وعلاش غندخلوهم في خانة القطاعات الغير المهيكلة وهم قطاع مهيكل؟ قطاع المقاولات قطاع منظم يخضعوا لضوابط قانونيه، لقوانين يعني بمقتضيات مدونات الشغل. اذا ها حنا هاد الجائحه وهاد الفعل اللي كتقوم به الحكومه الان عفوا، والاجراءات التي تتخذها الان في ظل هذه الجائحات وباء كورونا، يعني عرات على واحد العدد ديال الاختلالات داخل المؤسسات وداخل يعني الادارات الوصيه في هذا الشان. اذا في المجمل هناك ازمه اقتصاديه واجتماعيه، واسطير على الازمه الاجتماعيه ولازت الى حدود الساعه، ونحن نتبع عن كتب الخطوات في هذا الشان للحكومه المغربيه وتعثرها. احنا ما قلنا حتى شي مشكل على الاجراءات الاحترازيه والوقائيه، ننوه ونشكر الجهات المسؤوله، السلطات المحليه والامن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعده والوقايه المدنيه والاطباء والممرضين على راس القائمه الذين يقومون بمجهودات جباره رغم الظروف ورغم الامكانيات داخل المستشفيات. ونتمنى ان الحكومه ان تلتفت الى هذا الامر.